أربع عادات تجنبها إذا كنت بتعاني من مقاومة الأنسولين. واحد، تجنب تناول السكريات بأنواعها المختلفة مثل الحلويات، سكر المائدة والمشروبات الغازية، لأنه تناولها بيؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الأنسولين. 2، تجنب استخدام الزيوت المعالجة والسمن النباتي في إعداد الطعام. 3، تجنب الخمول وممارسة التمارين الرياضية، لأن ممارسة التمارين الرياضية بتساعد العضلات على استخدام الجلوكوز وتحويله إلى طاقة، فبالتالي رح يقل مستويات السكر في الدم وتقل مقاومة الأنسولين. 4، الابتعاد عن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي مثل الخبز الأبيض والبطاطا، واستبدلها بأطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض مثل الورقيات الخضراء والعدس.